تضخم. معانا الاستاذ هشام عز العرب الرئيس التنفيذي لبنك سي اي بي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو. كيف رايت حركه الدولار في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا؟ واولا انت حضرتك لازم تبص على الدولار، الدولار اندكس، الدولار نفسه قصاد العالم كله. يعني من ساعه ما طلعت نتائج الانتخابات في امريكا والدولار زي ما تقول كده بيتسحب قصاد كل العملات. فحركه الدولار قصاد الين وقصاد اليورو وقصاد الاسترليني وقصاد العملات الدول الناميه كمان، يعني في حركه مستمره لصعود الدولار قصادها. انت هنا قاعد في مصر، انت جزء من العالم، فعشان نتفق على حاجه احنا متفقين على الموضوع، سياسه العمله المرنه، موضوع التثبيت رغم ان الدولار بيتحرك قصاد العالم. طبعا دوت هيرجعنا مره ثانيه للمشاكل القديمه، تفضل ثابت سعر العمله بتاعتك تبقى اكتر من قيمتها، ونرجع نعمل الشوكس اللي هي كانت بتسبب التضخم ده، تلو تطلع ب 10 جنيه وتطلع ده خلاص، ده انا بعتبره تروما قديمه عندنا وموضوع انتهى. السياسه اللي ماشيه في المركزي دلوقتي او السوق ماشي بيها، وطبعا ملتزمين بالاتفاق مع صندوق النقد. ويمكن حضرتك تلاحظ ان في الستيتمنت بتاع الست بتاع صندوق النقد كانت يعني بتدي كريدت على السياسه بتاعه الاكشينج والسياسه المرونه. لا يعني ما كانش لهم تعليق عليها. من الناس اللي جم قابلوني في البنك وسألوني على حاجات، أسئلة طبعا خبيثة عشان يفهم الدنيا ماشية ازاي. فقلت له يعني احنا عندنا في تذبذب في الأسعار وفي فولاتيليتي زيها زي العملات التانية، فإنه يطلع أو ينزل طالما أنت ماشي مع حركة العالمية فأنت مش قد بالنسبة للعالم، أو أنت مختلف بالنسبة للعالم، وده ما بيقلقنيش كتير. أنا عارف حضرتك بيقلقني حاجة بسيطة قوي، ده اللي قلته للجماعة بتوع الصندوق. طول حضرتك تقلقوا في حاجه واحده بس، لو عندي عميل جه يستورد بضاعه وجاب مستندات وقلت له استنى عليا يومين ابتدي اقلق. لو بخلاف ذلك هقلق ليه؟ ما هو موجود. الحركه اللي حضرتك شفته، الحركه اللي شفتها في الثلاث اسابيع الماضيين دولت هم هي الحركه الطبيعيه للدولار قصاد كل العملات في العالم. الناس بس مش قادره تركز ان الدولار اندكس طالع له 3-4% وانت متحرك تقريبا بنفس النسبه، فانت بتحاول تحافظ على قيمتك بحيث ما توصلش تعمل اخطاء الماضي وانك تثبت العمله بتاعتك، وفي النهايه تبقى العمله بتاعتك فوق قيمتها الحقيقيه، وتبص تلاقي بقى بتوع الهوت ماني خارجين، وتلاقي اللي مش عاوز يستثمر مش عاوز يستثمر. فبقت الحركه في السوق حركه طبيعيه. يعني انا اللي عاوز اقوله ان احنا بالنسبه لنا ده الطبيعي بتاعها. ويمكن انا هقول لحضرتك على حاجه، يوم الخميس يعني بعد اسبوعين من الدولار زي ما هو عمال يسحب لفوق يسحب لفوق، احنا وصلنا يوم الخميس تقريبا ل 49 اعتقد 90-91. يعني هو خلاص كان قبل 50 يعني. لا وفجاه لقينا كميه ناس داخله تبيع، ما هو انا ما اقدرش اجبرك انك تبيع، انت قاعد شايفه 49-48.5 لا هيطلع لحد نقطه معينه، حصل ايكوليبريم، الناس دخلت في على اخر اليوم، لقيت حجم يعني انا شفته من زمان، ما اعرفش البنوك الثانيه بس انا بتكلم عن نفسنا احنا، لقينا حجم انفلو جاي من عملاء اللي هي بتصدر او حد عنده عمله او مصريين بيحولوا، قال لك اقلب لي دولار. يعني بالنسبه لهم ده كان تريجر السعر ده. فرجعنا نزلنا على اخر اليوم، قفلنا بعد ما كنا وصلنا ل 49.91 تقريبا، قفلنا على 49